waxa koobaad ee fadliga badani waa qiyaamul leylk qayb hor iyo qayb dambaba salaatu leylka inaad badiso weeye oo nabigu yidhi sal allahu aleyh ali wasalam man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban غفر له ما تقدم من ذنبه قفك رمضان استاغ هبين كذا صلاة الليل تكدا استغو إلهي بلنقاد كي أجركو بلنقاد رميسا إلهي كري درتينا يكتهم دنكلا كل معنين غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبه غفر الله الله عافية قيام الليل أما صلاة الليل waxay bilaabataa salaada cishaha markaa tukato waxayna dhammaataa aadaanka dambe ee salaad subax soo gasho inta u dhaxaysa nabigu casaamuse habeenka qaybtiisi hore mararka qaarkood waa tukan jiray oo cishaha markii laga baxaba way dhacday hore inuu salaatuleylkiisa ka tukaday way dhacday saqda dhexe intuu soo kacay bartamaha inuu tukaday وين على قيبت الدنبي سحورته إيه وقت جاذا انتو صوك عيرو تكذي وقت آخر كحياتي يسي قيبت الدنبي وبدنا لكن متى كتو كتبة صلاة الليل وحاكم إذا صلاة التراويح ده تراويح بعد تكتي كدي بعد استاكتو تكتي ترقو أن مرها keliya hal wax baa lagaa rabaa inaadan laba jeer watar tukanin laa witraani fii layla qaybta hore hadaad watarka tukato inta kale laba labaa tukana maa farafar ta watarka dib dhigato ood inta hore laba labadaa iyo isaga daysato ood gadaal watarka ka tukato markaa suxuurta usoo kacdi iyana iyadana waa la ogol yahay sidaasaana fiican قفك كري كري اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا صلاة هبيك كسو قبقبية رقعدة كلي قيدة وتركا كقنا ندا سدا في عمواي هديها تكبغ دينا تسوكي حويلو أما كقوح صلاته انت هذا نصيح حمبا دمه هذا السلاة هي ود بذول هذا واد سوكي حكرتا كوير كالسون تهينا وتركا دبليا تافي عن haddii intaas lahayd amaad soo kici weydaay hore ka dhammaysataa dib ka soo toostana waxaa dambe laba laba ragcadood baad iska tukan salaatu leylka in la badiyo bisha ramadaan si gaar ah baa nabigu u dadaali jiray salallahu caleyhi wasalam laba qur-aanka akhriskiisa waa bisha qur-aanka lasoo dejiyey saa darteed baa nabigu isku lamaaneeyey soonka iyo qur-aanka uu yidhi way shafeeco qaadaan أنا ربي بي إرقوذان وقد دعوذان قفك قرآن كنا وحوي هذا منعته النوم هبين كيف يقسي حواي وقرآن كوا الله قلت المامي أنا الليل هبين قصة عليه سكر الدوام بي آخريان قرآن أخر سنة هبين بيقول في عينيه ما ننتي وحن با شنقرية وحن با قيلية وحن با قلن دارية هبين كي قرط الله سيحضه عدكنا حسلا عكتنا دانتو قرآن كذا آخر السنة إيسا هذا معنى دو حيسي هذا الحفظ سنة إيديو وحكو قلن داريا ملاح صدر ده وقت القرآن وفي عنا الله أقريو وإن الله ذي بيسو قيسو صلاة الليل كي القرآن كو آخر ده كتاب كاغنا نسكا قادة توحفي عموي وعند صلاة الليل استغيث استغيث كتاب كان القرآن كا أرجع عدي بحس بأما جسس كا آخر ده هذا هو نبر حنون يا الله ده ويرد على كرسي ده الله أكبر كاتلا فاتح هذا لما يسد هو كا آخر ده إسكاف ليس كحس بكا قصير لما ينسى إسكي استغ جنارة كذب من الركوع نبي واجد به وياه عليه الصلاة والسلام سداس ويلي شري intuu iska fadhiisto ragada dhexdeeda oo qur-aanka wada wadeed salaadii nabigu tukan jiray qur-aanka ma tukan karna dee ibnu mascuud baa wuxuu yidhi nabigu keligii iska tukanayaano imida waxaa adigu ilaah waa jaanisay ku xidho
هدو صلاة قاله سورة البقرة بالله يقول حاسري يقول بقول عيدات مكو أخري والركوع دورا وعن عافي مكان كسو الصعود حاسري يقول سورة دمر ونمايو يركوع دورا وعن نمايو أنسو قد وقبتين مركا وعن تربية شد أقال هو ركوع دورا وعن تربية شد نساقة تكتا بتشوكتا ما بيقول تاجا بعد كده تيجي كرتا إسكت تاجلو وعريم أني سعوده مي على عمرهم متواضع وقعد عندنا وهل رجع عدلو ولذلك ما كان وحكة كلام كرتا ما كان عايشة هذا نبي وسود تكلي لوه بربري يصير مكاسة الله عشرة مكاسة عندي يصير نفط هذا ما هو ترتيب مكاسة عندي يصير فلاك ونا عبد شكورة روح هل رجع عدكو أخري بقرة يا على عمران يا النساء وحن حسوسين جري حديث كاس وانا جماعة اللي كان جريني وحاج جري سومالي وهي أفكار روش كي أرض اللي واجي هرة تقطيع تدواتني أنا وكيف وهايو أفروش وهذا يقيني هذا الوضع ما ضراشيا بوداعي يا شيخ هي هو سومالي رجع حق تري أرض اللي غير ما ذي تري روش وبحري كقوة ضاي وكامدها نكاس عليها بيجي روح هيدي جري لويس وعبر مدالا صلاة العشاء مركّة للسوّت كذا طبعاً كذا بتراويح إذا مساج كنا بدير لوت كذا يلا صوم نقضي العشرة بو يستأجر ترى صلاة بو تكنا يا ما كان صوص حورا يسوع رجع عدل لبعض كتشرانو يمين كذي سوى رجع عدل لبعض كتشرين قرآن كان أدب حفظ سنة ما لنا ويدي كوع العريب وحيويري رجع عدي تضوى إلى تونج سبحان كواخر يا تضوى إلى تونج لأنهم يقولون أنهم 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 يقولون نلا دقدقي سلامية قان دول بنا سيحان ميس صلاة مركعة قشرة وداري وعبور سنة مركعة كب حضانة كرسي جوات كفر داقو نشاط بادي وذيك صلاة دلو مزرع صوما كير يا راي مقارن كيو بيروا لحالي أخوة خطرت هاي كير يا راي إلى قشرة قيسانة قرآن قرآن وحر الله بعد يأتكو قيام بدن وحاسد هذا هو فضل بدن صدقة ذي إنفاق نبي عليه السلام بدك كرود يقصي سنبوها مركي دتك لا بربر ديو مركي اسغا لو سو نوقدو سنه كا اسغا 12 كبيرود لي ايغانا بيش رمضان بو ود يقصي سنه وكان اجود ما يكون في رمضان ده قدانا قرانك الا سعوتو جبريل عليه السلام باهبين والبيت يما ده قرانك اسلم بيري جيرين وكان اجود ما يكون في رمضان حين يرقاه جبريل جبريل باهبه والبوي من شري والقرآن كسل آخر شري هل مر بين من شري مر كلا قط شري بس صارت كل من دورا نبيه لا بتشرب القرآن كلا دبي جبريل صدرت صدقة هي إنفاق بشهر رمضان تتك باهم أغنت مساكين تتك حرمسا تتك تبع ليسا وبشهر في على ومهم سن إلا ورقو أجر قارنا وابلو سبييو من فطر صائما فله مثل أجره قفص من قفك أفورية أجر كيسو كالوليه أجر كيسو كالي أضوها المالين باتسوني كرتا لكن أجر بقول مال مضوات قاعدا كرتا إلهي فضلك يسو حاكم إذا أددك أني صومالي دعوتي يا خيركي وحبدا باقاري بشار رمضان بك الله سو قالو مساجد أنا أفورين بالو ترتما مساجد كأني قندراس كيس هلا يسيو وحي كبه هلا يسو شاقو تمر يبيو صدون كم معلومات والمشان كن قف با كنتو كذا لابا كنها كنتو كذا بقولي سند كما انتان ربين عن شاقه استي انتاوي مركا قيرادا يفضي قاس قف البوين اقاميدا قف با انتو اوودو تدكا ماشا الله افورين ايام ماهاني دد با قويسوس افوريا
قيس دانو تضرب السجدات قفا بعلاقة يا بعطوان كون عشرين $100 كير إن رمضان كون كفيلات